السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ظهرت مشكلة للناس كلها إن المشاريع البحثية أو الأبحاث الطلاب هيضطروا يسلموها على المنصة، لأن ده بيكون أضمن ليهم من إن هم يسلموه في المدرسة أو يسلموه يدوي. طيب إزاي الناس كلها كتبت دلوقتي البحث بتاعها؟ خلاص مفيش وقت، الناس كلها عاوزة تسلم الأبحاث بتاعتها. إزاي تكتب الورق ده، ترجع تسحبه سكانر وترجع تسلمه تاني؟ الطريقة سهلة جدا. في معانا تطبيق النهاردة من ضمن التطبيقات اللي هي الكويسة ومحترمة جدا. احنا كل ما بنيجي ندور على التطبيق بس كلها هنكتبه سي اس، هنكتب سي اس، ماسح الوثائق الضوئي. ده ايقونة البرنامج، دي ايقونة البرنامج، ركزوا عليها كويس. سي اس، كل اللي هنعمله هنضغط تثبيت والبرنامج هيتحمل عندك. في خلال ما البرنامج يتحمل هقولك ان البرنامج ده بالظبط كأن عندك جهاز سكانر في البيت، اي ورقة عندك او اي صورة تقدر ان انت تاخدها كأنك عندك ماكينة تصوير بالظبط، هتحطها وتسحبها سكانر، يعني انت مش محتاج تروح مكتبة، وكل البحث هيتسلم عن طريق تليفونك بأسهل طريقة. بس النهاردة ركزوا ازاي نحول الورقة دي لملف بي دي اف وتكون الصورة كويسة وتكون الصورة واضحة. زي ما احنا شايفين البرنامج اتحمل عندي، بندوس فتح. دي واجهة البرنامج، بيجي كده نشوف هنتعامل معاه ازاي. مرحبا بك فيه، هنحسن الصورة ان انت تقدر تقصها. هو بيقدر يشوف لو انت عندك صورة يقدر يحول لك فيها النص بتاعها ياخدها. بس كده بنقول له تسجيل الدخول او الاشتراك، او ان احنا نقول استخدم الان، بندوس استخدم الان. هيسمح له ان انت سماح ان هو يدخل ايه، يشغل الكاميرا ويشوف الملفات اللي عندك. ركزوا معايا، هي دي الورقة اللي احنا هنشتغل عليها. كل اللي هنعمله بالظبط كده هندوس على علامة الكاميرا ونقول له سماح انه يوصل للكاميرا. زي ما انت شايفين هو بيقول لك ان الصورة هتكون بالشكل ده، فانت هتحدد على الزوايا علشان توصل ليها. فبنقول له اوكي، حاول بملف تجريبي. خلاص احنا الكاميرا مفتوحة ايه، هنروح على الورقة اللي احنا عاوزينها كده. لحظة عشان اوريكم بالظبط، دي الورقة اللي احنا عاوزين نصورها، دي كده الورقة. مش لازم ابقى عليها بالظبط، لا ابعد عنها شوية، كل ده هنظبطه مع بعض. وروح دايس على الزرار الاخضر، اخد لقطة لده. خلاص هي كده اتصورت زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما انتوا شايفين الصورة عندي كده، هو بدأ ان هو يحدد الصفحة بالظبط اللي انا عاوزها، هو البرنامج حدد الاطراف بتاعتها. طيب بنيجي عاملين ايه بقى؟ لو في انت شايف ان الجزء ده مثلا انت محتاج ان انت تبعد او تقرب، بتمسك ده كده بتظهر فوق علامة العدسة. اول ما انت بتلمس هنا بتظهر فوق في البرنامج علامة العدسة علشان تبين لك انت صباعك انت دايس فين بالظبط. فانت بتدوس كده وبتبتدي تتحرك مكان ما انت عاوز بالظبط. هنقف مثلا هنا عشان نضيع العلامة بتاعت الكشكول ده اللي أنا كاتب فيه. التانية كذلك الأمر، نمسك كده تظهر عندي العدسة اهي، بننزل تحت شوية. خلاص كده كويس. الجزء اللي تحت برضو لو انت حابب تشيل منه جزء، بنبصه هنا بتظهر برضو. ورغم ان الصورة تكون واضحة، أول ما بحط صباعي هنا بتظهر علامة القمر، علامة العدسة كأن المكان اللي أنا فيه زي ما احنا شايفين كده. خلاص دي حدود الصورة. بعد كده بتروح دايس تحت التالي، بيبتدي البرنامج ياخد لك الصورة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هي دي الصورة اللي هي دي، خلاص كده بقت عندي تمام. بتقدر بقى من تحت تتحكم في درجة الإضاءة اللي انت شايفها اوضح للقراية ان احنا نحولها. خلاص احنا كده خلصنا. بعد كده بتروح تحت عند علامة صح وتضغط عليها، اتحفظ عندك الملف هنا. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده انت بتضغط عليه ضغطة طويلة، الملف هو موجود. لو عاوز تشاركه مع حد بتدوس مشاركة من فوق، ان انت تبعته عن طريق مثلا الواتس. لو شايف ان في عندك صفحة زيادة او حاجة وعاوز تشيلها بندوس على علامة الاختصاص. يبقى احنا هنا بنعمل مشاركة مثلا كده طيب احنا كده خلاص سجلناها تمام. طيب نعمل واحدة بس رجوع كده،
الصورة عندي هنا بقت محفوظة، الصورة اهي. هنحولها ازاي PDF؟ انت بس بتضغط ضغطة طويلة كده، تمام، وبعد كده بنقول مشاركة، اهي مشاركة. في المشاركة بيجي لك كذا اختيار، اول حاجة صورة طويلة او صورة JPG اللي هي الصورة العادية بوضعها اللي هو ده، او PDF. هو اللي يهمنا الملف الاحمر ده. اول ما بندوس على الصورة كده هنبعتها لاي حد، مثلا على برنامج التليجرام او بالبلوتوث او ان انت تحفظها عندك في الموبايل. خلاص كده اتحفظت عندك في الموبايل، حفظ الى هاتفكم محليا اهي، ان انت تحفظها عندك في الموبايل. خلاص انا كده بقت موجودة عندي، تمام جدا. احنا بقى بنعمل ايه بعد كده؟ بنروح للملفات عندي. خلاص يبقى انا كده عندي البرنامج هنا موجود اهو. لو ضغطت على البرنامج بلاقيه موجود وبيقول لي التقييم. بنعمل هنا تخطي على الاكس. خلاص كده الصورة موجودة هنا عندي واقدر اشاركها. كده الصورة موجودة عندك، تقدر تحفظها PDF، تقدر تحفظها صورة. ده كان اسهل برنامج تقدر تستخدمه، هو من البرامج المميزة جدا. اي ورقة معاك يقدر يحولها لك لصورة كويسة. حتى لو انت كان عندك صورة موجودة على تليفونك تقدر بيه ان انت تضغط عليه من هنا كده، تدوس هنا وتختار الاستيراد من الصور من عندك من الموبايل. حتى لو كانت صورة اي ورقة انت كانت عندك قديمة او ظرف او شيء، بتدوس الاستيراد من الصور. اول ما بتدوس عليها بيدخلك لتليفونك وبتبتدي تسحب الصورة وبتبتدي تحولها PDF زي ما تحب. اتمنى يكون الشرح النهاردة يكون افادكم، واتمنى يكون مشروع تسليم المشروعات البحثية للطلاب كلها يكون سهل وبسيط، وبالتوفيق ان شاء الله، واتمنى لكم النجاح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.